فيكم بفلوج جديد. للناس اللي أول مرة يدخلون على قناتي وما مشتركين بيها وما يعرفوني، أحب أعرفكم بنفسي. اسمي علي، مضيف جو بالخطوط الجوية العراقية، صار لي مجال الطيران 5 سنين. إذا أنت كنت من محبين الطيران ونظام السفرات وهيك نوع من الفلوجات، فأتأكد تشترك بالقناة مالتي وأكيد رح يعجبك المحتوى. اليوم الفلوج شوية يختلف، أحاخذكم وياي بجولة. طبعا الفلوج اليوم ما بيه حكي هواية، حبيت أسوي لكم شوية تغيير، واحتمال راح أسويها سلسلة كل ما أطير على نوعية محددة من أسطولنا راح أصور لكم وأوضح لكم الطائرة ومميزات هذه الطائرة. واليوم الفلوج راح يكون على طائرتنا اللي هي الايرباص 330. خليك وياي وإن شاء الله راح يعجبكم الفيديو. جاهزين؟ يلا خلونا نبلش.